الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ويوضح هذا الأصل الذي بعده: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأصل هذه القاعدة أنها مروية عن جمع من الصحابة والتابعين، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا ليست العبرة عند الله، ولا التفاضل عند الله، ولا علو المراتب عند الله بكثرة العمل، وإنما بموافقة العمل ولو كان قليلا. لو سألتكم أيهما أحسن في ركعتي الفجر، سنة الفجر، أن يقرأ في السنة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، وفي الركعة الثانية سورة آل عمران، ولا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ ليه؟ هذيك أكثر. طيب، ليست العبرة بالكثرة، العبرة ما هي بالكثرة، العبرة بماذا؟ بموافقة السنة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن ننتبه له.